شكر كل الناس، راجل حاجة يعني محترمة الحقيقة. ويمكن لأول مرة النادي الإسماعيلي بيبقى يعني زي ما بقول إن إحنا بيبقى بنفك الاشتباك من غير أي مشاكل. كان دايما عندنا مشاكل ودايما في خناقات وبتاع، لا الناس العملية هي هو الراجل قال لي عزيز الفضل. فهو الراجل محترف ومعترف إنه الناس كلها اتعاملت معاه، واللي عليه بقى أول الناس اللي عايشة. وهو قال لك انا زهقت الحقيقه دي احنا مش بنقول، رغم ان احنا وبنعترف ونقول ان الفتره اللي هو يعني الفتره الاخيره رغم صعوبه المباريات وصعوبه الوقت، لان احنا برضه جه على الراجل جه على ماتشات ورا بعض كل ثلاث ايام ومع ماتشات صعبه، ولكن الناس كلها عارفه ان اسماعيل كان اداؤه والبرق وال والفورمه بتاعته كانت كويسه جدا من خلال الماتشات الصعبه وعلى توالي المباريات وعلى حتى غياب بعض النجوم واللعيبه اللي ما اصعبهاش الحظ انها تتعامل معاها. رغم كل ده كل اللي لعب كان كويس وكان بيأدي بشكل كويس، والمستوى بتاعه بقى احسن سنه، يعني ادائنا في الماتشات الاخيره فعلا كان اداء احسن. بس طبعا دايما عالم الكوره في الحاجات دي، وفي بقى وفي توفيق وعدم توفيق. انا ما كانش عندي ما كنتش موافق، ده كان كلام. فاحنا طبعا على علاقه طيبه بينا، ما قطعتش عنه يوم، احنا امبارح واول بنتكلم كل يوم مع بعض، لان العلاقه بيننا الحمد لله كويسه. وبقول له انا متاكد ان باذن الله انك هترجع تاني. يعني باذن الله انا اتمنى، لانه الصراحه الراجل ادى مثل كويس جدا كمان للمدربين الاجانب، وما اتكلمش في اي مشاكل، ما اتكلمش في اي عقوبات مثلا من حقه ياخدها ما رضاش، قال لك لا انا كده خلاص. يعني حاجه بصراحه محترمه وشيء محترم، احنا سعداء بيه ودايما هنبقى على تواصل معاه. يعني احنا النهارده يعني نقعد مع بعض عشان بس نحسسه ان احنا كلنا ممتنين ليه، وبقول برضه ان هو اثر كويس فينا بالظبط كده. فان شاء الله بنتمنى التوفيق، وان شاء الله ما حدش عارف الكوره اللي جاي فين.